تكون كرة ثابتة هكذا. يوسف بليلي والحارس ركنية أخرى. وش يوسف بليلي مرة ثانية، جول رصاصة بل صاروخ من هنالك. يوسف بلايلي يفتح مجال التسجيل في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا سلام، الأولى صدها الحارس والثانية لم يصدها لا الحارس ولا غيره، والجول الأول ليوسف بلايلي في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. شكرا يا يوسف، الوجهة جمال بالماضي يسجل الهدف.